الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة ظهرت الحمد لله، وناس فرحت وناس زعلت، وللأسف برضو كان في حوادث حصلت، لكن طبعا بنهني كل الأوائل وبنهني كل اللي حصلوا على درجات، حاسين ان هي فعلا دي العدل والنتيجة اللي هم يستحقوها. وبنقول برضو لكل الناس اللي هم مش حاسين ان دي درجاتهم اللي كانوا يستحقوها، ان هم عندهم فرصة للتظلم. أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 بنهنيهم جميعا، وطبعا نظرا لأنه وقت البرنامج مش بيسع ان احنا نتكلم على كل واحد واحد يعني بشخصه، لكن بجد بنقول لهم كلهم الف الف مبروك، والف مبروك لكل ايضا مش بس للاوائل لكن لكل الناجحين في الثانويه العامه. هنستعرض كده بسرعه طبعا الصور، زي ما قلنا احنا مش هنقدر نقرا اسم اسم، لكن بجد بنقول لهم الف الف مبروك، وطبعا يعني بنتمنى لهم التوفيق كل واحد في مجاله، سواء كان الشعبه العلميه علوم او الشعبه العلميه الرياضه او الادبي، وان شاء الله نسمع عن المتفوقين في الفتره اللي جايه بعد ما تخلص سنوات الدراسه كده، بانهم فعلا تفوقوا بالنسبه لحياتهم العمليه. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوره عن انه والد اول الثانويه بيقول لن نقبل منحا دراسيه في دول غير اسلاميه. الحقيقه الموضوع ده يا جماعه معلش خلي الصوره عشان بصوا التاريخ بس، هي دي حاجه قديمه، ولكن دكتور خالد منتصر كان اعاد نشرها من 12 يوليو 2018، وقال يا ترى طبعا يعني هو كان بيتكلم انه هو تقريبا دخل الطب الطالب ده، وبيقول ارى هارفارد تبكي واكسفورد تلطم. عاد المفكر والطبيب خالد منتصر نشر تصريح والد اول الثانويه العامه منذ سنوات، واللي قال فيه لن نقبل منح دراسيه في دول غير اسلاميه. وكتب معلقا دكتور خالد عبر حسابي على الفيسبوك، بمناسبه مرور 6 سنوات على هذا التصريح، غالبا هو على وشك التخرج من كليه الطب الايام دي، هل ما زال الطالب واسرته عند رايهم؟ وبيتحكم طبعا وبيقول ارى هارفارد تبكي واكسفورد تلطم، ودول جامعات يعني امريكيه وجامعات وجامعه بريطانيه، جامعات مرموقه، يعني ان هو الراجل مش قابل منحه يعني في الجامعات دي، فالجامعات دي بتبكي وتلطم وزعلانه قوي انهم مش هياخدوا كانوا اول الثانويه العامه. في عندنا مريم أخرى، بس مش مريم واحدة، في كذا مريم، ولينا كل سنة بعد نتيجة الثانوية العامة بنفتكر مريم طالبة الصفر، وبنقول إنه وطالبات بنشوفهم الحقيقة إنه يعني بيعرضوا الحسرة والألم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه هم متوقعين وأسرهم كانوا متوقعين، وده برضو نتيجة تاريخهم كله في الدراسة بالدرجات ودرجات نهائية والتفوق. يجي ليه في الثانوية العامة نبص نلاقيهم واخدين 18% 33% يا جماعه ازاي يعني؟ فدي طبعا حاجه غريبه. الطالبه نانسي ايمن توفيق من اداره ديروت التعليميه، درجتها في الثانويه العامه 18%، مع ان درجتها في ثانيه ثانوي 97% وفي ثالثه اعدادي 98.5%. يعني حتى لو هنقول ان هي بقى ايه البانيك او انه مثلا يعني الرهبه اللي بتحصل في الامتحانات مش هتوصل ل 18% يعني. فنانسي كتبت وناس كتير شاركوا معاها البوست انه يا ريت نشارك علشان نانسي طبعا ما يضيعش حقها. لقينا طالبه تانية برضو نفس الحكايه، ساندي عزمي، وساندي من مدرسه يحيى كيلاني الثانويه بنات ديروت، ايضا متفوقه، ولكنها حصلت ولكن برضو حصلت على مثلا بيقال والد الطالبه مدرس لغه انجليزيه وراجع من مع ابنته بعد الامتحان وجدها تستحق الدرجه النهائيه، واذ بالنتيجه 9 درجات من 50. اعتقد احنا معانا دلوقتي والد ساندي على الهواء. استاذ عزمي معانا يا جماعه؟ اهلا بيك يا استاذ عزمي. مساء الخير يا استاذ عمر، الله يخليك. مساء النور، قلوبنا معاكم وان شاء الله يعني اسعوا ويا رب الحق يرجع يا رب ان شاء الله. قول لنا بقى ايه اللي حصل بالظبط وانتوا شاكين في ايه؟ اتفضل. اللي حصل ان احنا بعد النتيجه ما ظهرت فتحنا المواقع، لقينا ان ساندي جايبه 33.5 او 7 من 10 يعني. ايوه. ازاي 33 دي ماده واحده يعني، نجاح ماده واحده مثلا أو مادتين مثلا. فالفن بعد ما ظهرت تصنيفة المواد لقيت الإنجليزي، أنا مدرس إنجليزي، فكنت براجع معاه الامتحان بعد ما تيجي، فعندها نقطة واحدة بس في الامتحان كان مختلف عليها، ويقال إن اتحسبت صح لكل الطلبة يعني. تمام. نقطة بوت أوف، ودي كانت جاية بمعنى اللي هي بمعنى يؤجل الدارجة في المنهج عندهم، لكن كان ليها معنى تاني ان هو ينفر او يعني يكره حد يعني في حاجه.
فالمهم هي غلطت فيها يعني، فقلت لها خلاص تمام، يبقى انت لو اتحسبت الطلبه يبقى انت 50. طب انا بس عايزه افهم من حضرتك، يعني هي الدرجه النهائيه 33% والامتحان اللي انتوا شاكين فيه بدرجه كبيره هو اللغه الانجليزيه بس، ولا في درجات في مواد تانية؟ لا ما انا جاي لك، انا بكلمك على الانجليزي بس، انا عشان كمدرس لغه انجليزيه فانا بكلمك على الانجليزي يعني. تمام. فالانجليزي مثلا تستحق 49 فوجئت بانها جايبه 9. جابت 9 في الانجليزي. تمام. ماده زي الجيولوجيا مثلا رجعت مع مدرس جيولوجيا، الحل بتاعها قال تمام، قال انا مقفل الماده. نلاقي ان هي جايبه 11 من 60. ماده كمان زي الفيزياء كان فيها بعض اللخبطه في الامتحان، واتحسبت لبعض الطلبه درجات لكل الرقصه لكل الناس يعني، كان درجات امتحان او اسئله غلط. تمام. المهم طيب. ايه المهم جايبه 12 من 60. ماده زي الاحياء 17 من 60، يعني اربع مواد رسوب. والمواد اللي ناجحه فيها ماده زي فرنساوي، الماده دي كل الطلبه بتعديها بسهوله جدا. وماده مجموع. طيب. مدينا 20 درجه النجاح، 20 من 40. الاجراء بقى اللي حضرتك المفروض، الاجراء الرسمي اللي المفروض حضرتك تتخذه، وهل بداتوا في اي اجراءات ولا في اوقات معينه تبتدوا فيها تعملوا ايه؟ اتفضل. بدا التظلم النهارده، الموقع فاتح بس كمان مش قابل، لسه عليه ضغط تقريبا، فاحنا هنقدم تظلمات وهنروح يعني هنشوف الاوراق. احنا نتمنى ان تكون الاوراق الطلبه هي يعني مش مبدله او ما فيها غلط. هتطالبوا طبعا بمقارنه الخط وكل الامور دي. طبعا لازم يعني كده، زي ما حضرتك كاتب كده، لنا الله واهل الخير انه فعلا ان شاء الله ربنا يتمجد وتقدروا توصلوا. ربنا يتمجد في الامر ده يعني. يا ريت تتواصلوا معانا وتساندوا القضيه دي، لان دي قضيه نانسي برضه نفس المدرسه. احنا غريبه ان اثنين في نفس المدرسه. نانسي إدارة ديروت هي نفس المدرسة. نفس المدرسة يعني نفس نانسي المدرسة. أيمن توفيق نفس المدرسة، وحصلت برضو المدرسة. على 18% يعني. وحضرتك تواصلت مع الأسرة برضو أن أنتوا أنا كنت مع والد نانسي من ساعة 8 بالظبط. تمام. ربنا يوفقكم يا رب وهنتابع معاكم. وكان برضو من التقارير بيتقال ان في برضو طالب تاني كان بيشكو من ان واخد صفر، بس برضو مش عارفة اذا كان نفس الفكرة برضو في اسيوط ولا في مكان تاني. عموما الموضوع ده موضوع بجد يعني صعب جدا، ربنا يكون في عونكم، ومن فضلك خليك على تواصل معانا، وان شاء الله يا رب حق كل الطلبة والطالبات اللي حصل معاهم المواضيع دي يرجع بإذن الله. بشكرك وجودك معانا استاذ عزمي، وان شاء الله يا رب تاخدوا حقكم. الحقيقة انه مش القصة بتاعت نانسي وساندي، لكن زي ما قلت لكم يعني في طلاب كتير كاتبين على الموضوع ده، ان هم اللي حصل على صفر وال 18% وال 33%، وبيحكوا عن قصصهم الحقيقة، وان هم بيتكلموا برضو في مواقف معينة. يعني الطالب ده بيقول ان كان البابل شيت بعد ما جه من دورة المياه كان اتبل عشان ايده كانت مبلولة، وبعدين طلب بابل شيت تاني، فوجئ في المادة دي انه الدرجه بتاعته خد صفر، علشان كانت المشرفه خلته يمضي وقالت له ده اجراء روتيني انك انت بتمضي علشان خاطر اديك بابل شيت تاني، ففي النهايه لقى ان هو جايب صفر. في برضو طالبه ثانويه عامه بالاقصر تتفاجأ بحصولها على درجات ثلاث مواد لم تمتحنها، ووالدها قال عملنا محضر عدم الاعتداد بالاجابه. متخيلين يا جماعه ان هي عندها درجات في ثلاث مواد ما امتحنت؟ طب ده معناه ايه؟ ده بيلقي الضوء على انه في طبعا تهريج حصل، وفي يعني وفي حاجات اخطاء كتيره حصلت في تصحيح الثانويه العامه.